أنا يعني متفائل بشخص السيد الكاظمي. أنا أعتقد هذا الرجل في الظروف الحساسة استطاع أن يقود مؤسسة أمنية حساسة واستطاع أن ينجح بها، وهي عبارة عن عراق مصغر، وممكن أن تعمم تجربته، وهو ثالث اختيار في التكليف. وأعتقد يعني مروره أيضا مر بعقبات كثيرة، ولكن أنا أعول على شخصه وليس على كابينته الوزارية. بالتأكيد الرجل منفتح، مو طائفي، يحمل أفكار الجزء الأكبر منها مرسخ لإعادة نهوض العراق، لإعادة بناء العراق، لعودة العراق لمحيط العربي، ولمشاركة الجميع في بناء البلد. يعني ليس يكون البلد حكرا لطائفة أو قومية معينة، لا، الجميع يتساندون ويتعاونون في بناء البلد وإعادة ترميم ما تم تدميره خلال 17 عام. العراق أنهك، الشعب أصبح متعب جدا، يعني فقد الأمل، رؤية مشتركة ماكو، سقف وطني يجمع العراقيين ماكو، أكو عبارة عن كانتونات، عن بيوتات بلا سقف. هذه البيوتات تبحث عن مصالحها الشخصية، تبحث عن مناصب حتى يصبح صاحب السمو والمعالي والفخامة برأس المساكين والفقرة، برأس المظلومين، برأس اليتامى، برأس اللي فقدات رجولهن وخوتهن وبهاتهن وما يدرون بهم وين، يعني برأس اللي تهجمت بيوتهم وما عنده سقف يحمي جهالة، أو بال60 ألف عائلة اللي حد الآن يعيشون بالخيام، أو ب650 ألف عائلة لحد الآن مهجرين يعيشون بالإقليم. برأس هذولا جزء من الأخوة أصبحوا معالي وفخامة. لذلك اليوم ما أمام السيد الكاظمي، وكنا أمل بالله سبحانه وتعالى ثم به أن يشكل نقطة تحول في تاريخ العراق، وأن ينتقل بانتقاله على المستوى العملي وليس النظري. أنت جنابك عرجت في بداية البرنامج على الحديث حول البرامج الحكومية. أنا رأيت برنامج مقتضب، ليس صعب تنفيذه، وتنفيذه ما يحتاج إلا أن تتكاتف الجهود وأن يحسنون نواياهم، لأن أنا أشك في النوايا الحقيقية. وحتى إذا قالوا هي حكومة مستقلة، كنا نعرف هاي استقلالية الحكومة يعني بأقنعة مال ثعالب. للأسف الكبير ما عندنا بالعراق شيء اسمه مستقل، بس أرجع وأقول تعويننا ليس على الكابينة وليس على مرشحي الشخصيات والأحزاب، بقدر ما نرش يعني نعول على السيد المارك شخص، السيد الكاظمي شخصيا، اللي يكون إلى دور بإذن الله تعالى في عملية انتقال العراق من حالة الدمار إلى حالة البناء، إلى حالة الإعمار، إلى حالة النهوض، إلى حالة إيجاد حلول للعوائل الثكلة. طيب.